لم يعد يهمني من ذلك العالم سوى أن أحافظ على القدرة الذهنية المكتسبة من حياتي الماضية. فالتلوث وصل إلى حد لا يطاق في التعامل والتصرف والسلوك والأخلاق، بل حتى في المشاعر. الطيبون قلة، العلاقات ملوثة، النظرات قاتلة. مع كل هذا التطور الذي وصلت إليه البشرية إلى يومنا هذا، لم نستطع أن نروض أفكارنا بالصورة السليمة. ما زلنا نبذل جهودا جبارا للحد من التلوث السلبي داخلنا وخارجنا في تلك البيئة المسمومة. العمر قصير ونحن مضطرون لقضاء الوقت الأطول في محاربة ومجابهة أعداء كثر. البيئة عدو، المجتمع عدو، الظرف، كلام الناس، التأقلم والتكيف، وجوب الانحياز، الانضمام في مجاميع، الحد من التفكير، وقائمة طويلة لا تنتهي من الأعداء والتي نحتاج إلى أكثر من عمر لمجابهتها. فعن أي حياة تتحدث؟ فلنصنع عالمنا بيدنا. شعاراتكم لا تهمنا، تخبطكم، قراراتكم تربكنا. أنتم ترون في كل حل مشكلة، هذه نظرتكم لا تعنينا. سلامنا الداخلي وانفرادنا بصنع حياتنا بأنفسنا هو ما يحقق لنا ذواتنا، فسلام علينا.